بيان لقوات التحالف حول حادثة حضرموت ومقتل ضابطين سعوديين داخل معسكر لقواته بسيئون. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي بمقتل ضابط وصف ضابط وإصابة ضابط بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون شرقي اليمن. وأوضح العميد المالكي أن الاعتداء الغادر وقع مساء الجمعة 8 نوفمبر بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الإرهاب والتهريب بمدينة سيئون والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية. وقال إنه تم تنفيذ الاعتداء من أحد أشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمانية، مؤكدا على أن المذكور لا يمثل الشرفاء من منتسبي وزارة الدفاع اليمانية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمانية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليماني